المنظر اللي هتشوفه ده حضرات استاذ محمود عسكراني بنفسه مدير جمعيه مواطنون ضد الغلاء هيعمل ايه بقى؟ هيطلع حته اللحمه قطعت معلمه بقى قطعت فن. لا والله بجد لو عندك حاجه ترجعيها وترجعي لها ترجعيها لنا بالشوربه مفيش مشكله في اي وقت. انا هاخدها واعزمكم عليها. اللي حضرتك شرحت بيه الكلاوي ده اللحم السوداني ده اللحم السوداني اللي حضرتك الناس بيقولوا عليه. لحم السوداني افضل واضمن من اللحم اللي بره لان بيتم الكشف عليه قبل الذبح وبعد الذبح. ايوه شايف يعني ما شاء الله دي حته اللحمه من بيت الكلاوي ما شاء الله اهيت لحمه سوداني واللون اللون يعني وردي ما شاء الله. بص هلا دي بقى بتبقى حته لحمه فيها ميزه انها بص اللون بتاعها حلو قوي وخفيفه بيسموها في الصعيد البقلاوه. دي لحوم سودانيه لكن انت ما تعرفش شكل اللحمه ممكن تبص عليها تقول لا لحوم سودانيه وباللون الجميل ده باللون الوردي اللي هو فاتح ده ده احنا بنقول ده اللحوم السودانيه يعني اللحوم مش بالشكل ده. لا انت بقى تعالى شوف بقى الاستاذ محمود بنفسه استاذ محمود بنفسه العسقلاني وهو بيقطع اللحمه وتشوف بقى المنظر بقى لون ممتع اللون الوردي اللي انت طالبه دايما في اللحمه اللون اللي هو الفاتح الوردي الممتع اللي هو لون اللحمه البلدي بتاعتنا. خلي بالك اللحمه السوداني فيها ميزه ان نسبه الحديد فيها عاليه نسبه الكالسيوم فيها عاليه الحديد لانه يعني انت مثلا من بره تشوف اللون ده يغمق كده غير ده. بص شوف اللون هنا لما فتحت جوه بيغمق ليه بقى؟ انت لو فتحت التفاحه اول ما تفتحها تشبه خمس دقايق بتغمق كده تفاعل مع الاكسده مع الهواء بيأكسد. نسبه الحديد فيها عاليه جدا نسبه الحديد فيها تعالج مشكله الانيميا عند الاطفال وعشان كده احنا حريصين على ان احنا دايما ناخد في منافذنا لحمه سوداني من ساعه ما بدانا في 2009. شوف كده خالص شوف دي الموزه بقى شوف بص اقطع لك الموزه نصين كده شوفها حاجه يعني اقطع الموزه نصين كده وقتها كده. طبعا دي القطعيه اهيت وانت بتتفرج كمشاهد ده قطعيه الموزه. ايوه دي لحمه الموزه. أيوة. اللحمه السوداني. ايوه يا فندم. الاقبال عامل ايه النهارده؟ الاقبال هو النهارده خفيف شويه علشان خاطر الاخوه الاقباط كل سنه وهم طيبين هم خدوا اللحمه بتاعتهم ابتداء من يوم الاربعاء اللي فات. كان عندنا الاربعاء والخميس والجمعه والسبت امبارح كان عندنا اقبال شديد فالنهارده الجو خفيف شويه والاقبال خفيف شويه. حضرتك بتاخد لحمه من هنا من فتره ولا قريب؟ من فتره باخد لحمه. طيب رايك ايه في اللحمه اللي موجوده هنا في المنافس؟ اسعارها حلوه واللحمه حلوه. بتتعامل من زمان هنا؟ ان شاء الله. انت بتعرف اللحمه حلوه منين؟ يعني ايه اللي بيميز اللحمه دي مثلا؟ طريقه السوي بتاعها وطعم الشوربه بتاعها. بتطول في السوي؟ لا يعني وسط حلو. وسط حلو. شوف المنظر. دي اللحمه السوداني اللي موجوده على ارض مصر. اتفضل يا استاذ محمود. طبعا احنا الحقيقه دي نوعيه لحمه جيده جدا مستوى متميز. هنا الزبون اقبل على اللحمه دي من ساعه ما بدانا في 2009 احنا زرنا السودان زمان ومنذ ذلك التاريخ وانا لما اقول لهم اذا احنا جادين نعمل علاقات نعمل شغل بجد مع السودانيين لانه انا السودان بالنسبه لي اقرب من انا اروح الهند وامريكا الشماليه والبرازيل ومش يعني ده شقيقي السوداني انا عندي اخويا لما اشتري من عنده الحاجه ده افضل ما ينفعش ان انا يبقى عندي اخويا عنده اللحمه دي واروح اشتري من الهند. ما الذي يمنع ان مصر تكون ليها استئجار قطع اراضي في السودان وهي اللي تمتلك رؤوس الماشيه وهي اللي تربي رؤوس الماشيه في السودان على مناطق استثماريه مصريه زي ما بنشوف دول الخليج بتعمل كده بتستثمر اراضي في دول في افريقيا بنشوف الامارات والسعوديه في اثيوبيا بنشوف شركات زي الرجحي في السودان قبل كده حصل بنشوف ده على مستوى الدول الافريقيه ليه ما نعملش ده كمستثمرين مصريين مثلا؟ هو ده الحقيقه بيحصل النهارده في شركه مصريه سودانيه هي اللي بتستثمر في السودان وبتجيب الابقار دي بس ربنا يرجع حاله الامان لاخواننا في السودان ودايما يبقى في عندهم لحمه وطنيه ويبقى في عندهم سلام وامن لانه سلعه الامن دي او الامان ده حاجه يعني اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فيعني بنامل بس الدنيا ترجع زي الاول سعر اللحمه ده ممكن ينزل عن كده وسعر اللحمه البلدي كمان بالتبعيه ممكن ينزل
ان شاء الله الشركه المصريه السودانيه اللي هي بتعمل شركه مشتركه ما بين مصر والسودان فيها الحكومتين ان شاء الله هي دي للمرحله اللي جايه دايما بتعمل بتشتري من هناك الحاجه وتنزل تتحجر عندنا هنا في مصر في اسوان او في السويس تقعد في فتره الحجر لغايه لما بيبقى تستريح وتاخد شويه علف مصري بيبقى طعمها حلو وبعد كده بتتباع للمواطن بيستمتع بطعمها وبيبقى حاجه زي الفل ما بيحسش بفرق عن الطعم اللي هو اللحمه البلدي ما فيش فرق ما بين البلدي والسوداني على الاطلاق بالعكس اللحمه البلدي كمان اللحمه السوداني افضل في التيست بتاعها افضل في الشوربه بتاعتها الشوربه بتاعتها فعلا يعني انت لو عايز تعمل ملوخيه هو ده الكلام هو قرب وجرب الشوربه ما بتكدبش في الشرقيه موجودين في البحيره موجودين في الصعيد في عده اماكن طبعا موجودين لكن التجربه الانجح بالنسبه لنا هي تجربه الدقهليه لانه الفتره الاخيره في فتره الدكتور ايمن مختار الحقيقه هو دعم الفكره دي وشاف ان احنا قريبين من الناس وبنحاول نساعدهم فامن بهذه الفكره وساعدنا بشكل يعني غير طبيعي دكتور ايمن واحد من الناس اللي ساعدوا في بقاء هذه الفكره وفي اقامتها ووجودها حتى هذه اللحظه ان شاء الله عندنا كيلو لحمه مدعم من قبل جمعيه مواطنين ضد الغلاء بان الكيلو 900 جرام و100 جرام ده نسبه 10% دهون على جميع انواع اللحوم حضرتك تمام والمواطن نفسه عارف الكلام ده عارف ان هو بياخد الكيلو اللحمه عليه 100 جرام ده ايه شريحه المواطن اللي بيجي لك هل انا بتكلم على المواطن الفقير فقط ولا بيجي لك شرائح مختلفه من المجتمع جميع الطائفات بتجي لي جميع الطوائف جميع الطوائف بتجي لي من تحت خالص لفوق خالص يعني ثقافه مواطن المنصوره اختلفت لا زي ما هي زي ما هي بس كلها يعني هم كلهم ناس محترمين بس البعض بيقول لك لا دي لحمه سوداني لا اللحم السوداني النهارده افضل واضمن من اللحم اللي بره بنسبه لان اللحم اللي هنا اللي هو السوداني حضرتك بيتم الكشف عليه قبل الذبح وبعد الذبح يعني قبل ما بيخش المجازر بيتم الكشف عليه وبعد ما بيطلع من المجزر بيتم الكشف عليه والتحليل له لو صالح بيخش لك هنا وتشتغله غير صالح بيرجع مكانه تاني اما بالنسبه لبتوع اللحوم اللي بره وارد ان انا كجزار لحم بلدي يجي لي مثلا تليفون عندي عجل كده عجل كده اجيبه واتبعه واشتغله لكن انا مصرح لي هنا باللحم السوداني فقط لا غير جميل قوي انت لو يعني عايز مكان تثق فيه فشوف المكان الاكثر رقابه شوف اللحمه بقى شوف اللحمه هنا على اتفضل حضرتك هنا هجيب لك يا ماما اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه انا هي الاثنين لك دي حضرتك شرحه بيت كلاوي ده اللحم السوداني ده اللحم السوداني اللي حضرتك الناس بيقولوا عليه دي افضل بكتير من اللحمه اللي بره وانا بناشد جميع المواطنين وبناشد جميع اهل المنصوره لحم السوداني افضل واضمن من اللحم اللي بره لان بيتم الكشف عليه قبل الذبح وبعد الذبح دي اسمها بيت الكلاوي ده بيت الكلاوي حضرتك دي عليها طلب دي مطلوبه طبعا امال ايه من افضل من افضل حته لحمه تعمل ستيك تعمل صينيه تعمل برام جميع اللي انت حضرتك عايزه تعمله معاه بأمان جاي من دمياط يا بس جاي من دمياط عايز اللحمه دي ايه خدت منه قبل كده حاضر فين التقطيعه بقى ده المنظر اهوت دي بيت الكلاوي برضو ايوه شايف هنا ما شاء الله دي حته اللحمه من بيت الكلاوي ما شاء الله اهيت لحمة سوداني واللون يعني وردي ما شاء الله ان كنت عايز حضرتك سعر محترم تعالى للمنافس اللي هي تابعة لمواطنون ضد الغلاء هتجد اللحمة بالسعر اللي هو انت بتتكلم على 280 جنيه هيتحط لك عليها 10% دهن ولكن هتكون لحمة كويسة ومضمونة حتى على الاقل طبيا اتعرضت الحجر اكتر او اتشافت اكتر من مرة اتكشف عليها اكتر من مرة سواء في المنافذ اللي هي على الحدود المصريه السودانيه او هنا بيلفوا عليها برضو الطب البيطري بيجي لكم هنا امال ايه طبعا عندنا تفتيش دايما عندنا تفتيش مستمر من وزاره التموين ومن الطب البيطري ممتاز وطبعا المنفذ ده معروف على مستوى المحافظه ان هو من انضف المنافذ اللي موجوده على مستوى المحافظه منظر اهوت دي اللحوم السودانيه واحنا بنقول لحضراتكم المنظر ده والاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء امامنا يعني احنا بنتكلم
مع الراس الكبيرة المسؤولة عن كل هذه المنافس على مستوى الجمهورية، أستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بنفسه جاي يشوف المنافس ويتابعها، ومش بس يعني موجود، لا ده كل كام يوم بيجي في زيارات مفاجأة، ممكن النهاردة موجود، كمان أسبوع هتلاقيه موجود، كمان شهر هتلاقيه موجود، دايما يعني بشكل دوري ومستمر بيلف على المنافس للتأكد من الجودة اللي حضرتك شايفها دي. فالجودة دي مش هتيجي من فراغ كده، ولا يا أستاذ محمود؟ طبعا. بص احنا دايما المتابعة مهمة جدا الحقيقة، الناس اللي هنا متدربين جدا ويعني نصحين وشطار، عندنا هنا مدير مدير للمشروع وائل السويس، طبعا هو مش موجود دلوقتي، مدير مشروع هنا دايما بيتابع الناس. اللي عندنا المنفذ الثاني اللي هو عند الاتوبيس الدولي، فيه مدير برضه له مسؤول عنه، مسؤول عن جودة السلعة، وائل ورامي الاثنين. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بما ان حضرتك موجود، المنفذ ده عليه اقبال غير اي منفذ. هو الحقيقه ده المنفذ اللي الناس عارفاه على مستوى الجمهوريه، يعني شوف النهارده في واحده ست بتكلمك انها جايه من دمياط، الناس من كل منطقه من كل مكان، كميه لحمه يعني ممكن تيجي تاخد لها والاختها والقريبتها ومش عارف ايه، يعني بيعملها رحله اصل دمياط للمنصوره هنا مش بعيده، فهي تقدر تاخد نوعيه لحمه كويسه، وهي عارفه ان اللحمه كويسه وجربتها قبل كده. هنا كل انواع اللحوم، اللحمه البلدي، اللحمه الضاني، اللحم المفروم والكبده. بص الضاني بتاعنا هنا بلدي، بلدي مصري، الضاني بلدي مصري، انما السودان الحقيقه لا، هو بين حريصين على انه الكميه كلها بتيجي من السودان بتتعلف هنا، بتبقى حاجه يعني فوق الفوق الحقيقه، متميزه جدا الحمد لله. لا احنا بنبعت شكر وتقدير لحافظ الدكتور أيمن مختار ولشركاء النجاح في المصرية السودانية والناس في المزرعة وأصدقائنا ووائل ورامي وعصام، كل الشباب دول هم اللي صنعوا الحكاية دي، هم دول شركاء النجاح. شركاء النجاح سواء جنود معلومين أو جنود مجهولين، وحضرتك الجند المعلوم المجهول برضو. والله احنا انا بتمنى ان الواحد يسيب الدنيا دي وهو تارك اثر ايجابي عند الناس، محدش ياخد منها حاجه ان شاء الله. دي المبادرات ودي المنافذ اللي بتساعد في تخفيف الضغط طبعا، ولولا وجود هذه المنافذ لكنا رحنا في دوامه ربنا اللي يعلم بيها. انا بقول لك بصراحه كنا لقينا الكيلو ب 500 وب 600 وب 700 كناش قدرنا. لا اللحمه لو مش السوداني مش موجود كان يوصل 1000 جنيه. 1000 جنيه لولا اللحوم السودانيه كان كيلو اللحمه وصل 1000 جنيه. المعلومه مهمه جدا. خلي بالك السوداني النهارده بيشغل مساحه داخل السوق المصري. كم في المية من اللحمه يعني اللي موجوده؟ مش اقل من 30%. 30%. ال 30% دول مش موجودين يغري التاجر البلدي انه يرفع سعره. هي بقى حضرات هي مش يعني تخيل ال 30% مش موجودين، هي مش هتزيد 30%، احنا هتزيد عندنا بتبقى دبل. طبعا. وتريبل كمان يعني هتزيد هتزيد اكتر من كده بكتير يعني. انت كنت تلاقي نفسك في منطقه غلاء مزعجه جدا بالنسبه للحمه، انما السوداني خافف الضغط عن السوق وعامل حاله كويسه يعني الحمد لله. شكرا جدا استاذ محمود، شكرا جزيلا. انا بشكرك يا محمد، متشكرين جدا وشاكر جدا ان شفتك النهارده، عشان يعني انت ابن الاستاذ خير الله يرحمه، يعني واحد من الصحفيين اللي انا يعني بدانا مع بعض زمان. تمام. ربنا يا رب يرحمه يا رب. امين. شكرا جدا يا استاذ، شكرا جزيلا.